زين زين. أصل إمامة الإمام العسكري قطعية، ما فيها محو إثبات، لكن طريقة تصديق الناس وإذعانهم القلب بالإمام الحجة، الطريقة وتقديرها قابل للمحو والإثبات أو لا. نعم، كان السيد محمد هو أكبر أولاد الإمام الهادي، ويوجد عند الشيعة معتقد ملخصه آنذاك تبعا للروايات أن الإمامة في الولد الأكبر للإمام السابق إن لم يكن فيه عاهة. الشيعة مو كلهم على وزان أبو هاشم الجعفري، الشيعة مو كلهم على وزان الصقر بن أبي الدلف، الشيعة مو كلهم على وزان ذول الأسماء الرنانة أيام العسكريين، ترى بعضهم بساطة. زين، يطالع السيد محمد علم، شرف، جلالة، نبوغ، أبوه يحبه، يعرف بالصلاح والتقوى، وسليم ما بيعاه، وهو الولد الأكبر، فما لقسم إلى تعظيمه والقول بإمامته في حياة أبيه. يا بنتظروا، ترى هو الولد الأكبر بعد موت السابق، بعد السابق ما مات، انتوش مدريكم ايش راح يصير، الأكبر إمام بعد الذي يسبقه، بس هذا السابق ما مات، الإمام الهادي مو التالي، شوفوا أكبر الأولاد منه، ما ينتظرون. اشتبكت عليهم الأمور. سؤال: فلو أن الإمام الهادي عليه السلام استشهد وجاء الدور إلى أبنائه، الإمامة في العسكري، والهادي عليه السلام صرح، ألا تحصل فتنة بين الناس؟ بعضهم سيقول هذا الأكبر، هذا الصالح، هذا هو الإمام، ألا يحصل ذلك؟ طريقة إزالة الشبهة عن قلوب الناس وإعلان إمامة العسكري صار التقدير الإلهي أن يكون هناك تعجيل في وفاة السيد محمد لأجل أن تتمحض الإمامة في الإمام العسكري، وإلا الإمامة هي من أول في الإمام العسكري. فأخذ الله السيد محمد عاجلا، هنا يصير البداء، هنا يصير المحو والإثبات في عمره الشريف. عمره الشريف كان لابد أن يموت في حياة الإمام الهادي عليه السلام لتظهر إمامة الإمام العسكري ورحمة من الله بالعباد، فتزول الأوهام والشكوك من القلوب. فمن تقرب الزيارة: السلام عليكما يا من بدا لله فيكما، مو فقط في العسكري، في الإمام الهادي. ليش؟ لأن الإمام الهادي هو الإمام المكلف في بيان الإمام اللاحق من بعده، فالإمام الهادي سيواجه مشكلة في تمحيض الإمامة وتمحيصها في الإمام العسكري لو كان السيد محمد باقي. يوم من الأيام الإمام الهادي جالس ويدخل الناس ويعظمون السيد محمد وقاعد الإمام العسكري، فيقول لهم الإمام الهادي: هذا صاحبكم. أكو معاناة حقيقة، وبعض الشيعة الله يحفظكم أخواني ما يحتاج، هو من غير شيء واقف على الحافة، إذا ما يتدخل رب العالمين ويرأف بحاله ويلزمه يطيح، يطيح واقف على الحافة. يعظمون السيد محمد في حياة الإمام الهادي أكثر من العسكر، وهو يقول لهم هذا صاحبكم. فصار البداء المحو والإثبات في حقهما، الإمام الهادي من حيث عناء بيان الحقيقة، والإمام العسكري في سهولة أن يذعن الناس لإمامته. فكانت وفاة السيد محمد سلام الله عليه في حياة أبيه، وهذا عين ما حصل في زمن الإمام الصادق عليه السلام حينما أمات الله إسماعيل رضوان الله عليه في حياة أبيه، وهو الأكبر من ولد أبيه. طبعا هذا مو يعني
أن الإماتة تكون بتدخل من الله دون أن تجري الأسباب. لا، تجري الأسباب، يعني الله سبحانه وتعالى شاءت إرادته أن يسفك دم الحسين في كربلاء، صح؟ لكن عن طريق قانون الأسباب، لو عن طريق سلب الاختيار من البشر، الله ما سلب الاختيار من البشر، عليما جل وعلا أن فئة طاغمة ظالمة سافكة للدماء تستحل أبناء دماء أبناء الأنبياء سيحاصرون سيد الشهداء ويجري عليه ما يجري، لكن في نفس الوقت له درجة لا ينالها إلا بالشهادة. نفس الشيء هنا، لا يعني أن السيد محمد سلام الله عليه لم يتعرض للظلم. دائما قضايا أبناء الأئمة عليها غمامة. أنا ألفت نظرك القضية، شاب عمره 28 سنة أو 26 سنة، إجا من المدينة، راح سامر، التقى بأبيه وأخيه وجلس معهما فترة، قرر أن يرجع. بين سامر وبين بلد 8 فراسخ تقريبا، 40 كيلو، 9 فراسخ 45 كيلو تقريبا، مسافة بسيطة لو طويلة؟ بسيطة بسيطة. يمرض ذلك المرض الشديد الذي يذهب بحياته. لذلك يقول بعض المحققين مثل الشيخ القرشي رحمه الله، يقول لا يستبعد أن السلطة الظالمة آنذاك قد دست إليه السم النقيع. لماذا؟ لأنهم ينتظرون ويعرفون أن 12 المهدي هو من ولد ابن الهادي. من هو ابن الهادي؟ الشيعة يقولون أن الولد الأكبر هو الإمام. من ولده الأكبر؟ 7 الدجيل سيد محمد، وهو الأكبر، وهو أيضا معروف بالشرف والعلم والناس تحترمه، فلا يبعد أن دس إليه السم وقتل لأجل أن يقطع نسل الإمام العسكري اللي هو أبو الإمام الحجة، يقطع النسل فلا يلد الإمام الحجة. وبين هذا واضح في محاولات اغتيالهم فيما بعد للإمام العسكري، كم مرة الإمام تعرضوا له، وأيضا احتملوا أن يكون هو والد الإمام الحجة، وأيضا حاولوا أن يغتالوه أكثر من مرة على يد أكثر من حاكم عباسي. هذا يؤكد أن هذه القضية كانت مدبرة، وفي علم الله هذا وقاية وحفظ للإمام العسكري. كأن السيد محمد ذهب فداء لأخيه ليبقى ويحمل، نعم، أسباب الإمامة وأثقالها. الشيء اللي يؤلم القلب لما تقرأ شلون جهزت جنازة السيد محمد، بيا جلالة وبيا رفعة. تدرون يا جماعة، طلع الإمام الهادي من سامرة وولده العسكري، طلعوا اثنينهم مع حشد كبير، راحوا إلى بلد لتجهيز السيد محمد والصلاة عليه. كل جلالة، أبوه حضر، أخوه حضر، وعقد المأتم على السيد محمد في دار الإمام الهادي. والشيعة في غم، حزنانين على حزن الإمام الهادي، يشوفون مطرق برأسه ودموعه على خديه هناك. وإذا الإمام العسكري يدخل، دخل بأي هيئة خلت الشيعة يلطمون على رؤوسهم، دخل عليهم وقد شق ثوبه ودموعه تجري على خديه. هذا المنظر خلى البعض ما يتحمل، قال كيف يجزعون عند المصيبة وهم أهل بيت النبوة؟ فقال لهم إن موسى شق ثوبه على أخيه هارون. جنازة مهيبة وتشيع وفاتحة
وبكل إكرام وجلالة ووقفوا يعزون الإمام الهادي والإمام العسكري. أنا شنو أقول؟ أقول أسفي عليك أبا عبد الله. حينما بقي جسد